نخدموا غير اجي صاحبي نهضروا بعدا انا هضرت خليهم يهضروا متابعين ومشاهدين شوف تي في اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من سوق السبت الاسبوعي بنواحي سماره كما كنشوفوا اكبر سوق اللي كيعمر يعني اللي بغى يصير خضره الاثاث المنزليه اللحم يعني السوق اي حاجه اللي كتتخيلها كتلقاها هنايا مية خمسة ممكن تعطينا أثمنة مع قناة شوف تي في خويا بطاطا 5 دراهم خيزو خويا 5 دراهم الباربا خويا 5 دراهم مطيشة خويا 7 دراهم الفلفلة الدنجال الخيار 6 دراهم القرعة خويا 10 دراهم البصلة خويا 4 دراهم كلشي غالي خويا غالي خويا كاين الغلا في المارشي خويا السبب خويا قلت الماء الله يرحمنا خويا عندك اخنوش عطيه ضرب قلت الماء خويا اللوبيا دابا يدير 10 دراهم 220 جملة شحال غتبيع الناس الله يحسن شوية الله يجعل البركة خويا الله يجعل البركة قول لهم يسوع لنا شوية من الغلا والله يرحمنا غتولي تخرج تكريس المتابعين الكرام يعني كما كتشوفوا الاجواء ديال الخضره السلام عليكم جيتي خويا السوق شفت كيف داير الاجواء الجو خويا جا شي شويه معطل الجو شي شويه معطل لقيت الضي اخوات بلا رقعه كبيره شويه المهم انت وجهدك ملي كتجي السوق ديما وديما كل سبت خصني نجي للسوق ضروري عاودي كيفاش كان السوق شحال درتي دابا السوق اش نقول لك دابا حاليا بحال اش غنقول لك ولا الاحتكار وتا غادي تشفاره ولا تشفر ولا تشفر بزاف ضروري اخويا فيما وفيما مشيتي اي سوق مشيتي ليه اي سوق كتمشي ليه كتلقى ولاد الناس كتلقى ولاد بلا ما نقول لك الاثمنه مناسبه انت وجهدك كل واحد كيمشي على حساب الجهد ديالو هذا هو اللي كاين تبارك الله عليك خويا السلام عليكم الحاجه سوقتي ولا لا السلام عليكم السلام اخويا اهلا سي طارق اهلا محمد تتسوق حصان زيد حصان زيد وهاكا الدور اخويا تساريتي كاع عملت الصخيره التبارك كاع تساريتها اذا مشاهدين قناه شوف تي في المباشر حنا كنتواجدوا الان بسوق يعني سوق السبت بمرت الخير نواحي تماره فسؤال سي طارق مرحبا بالنسبه للاجواء اخويا ديال السوق يعني بالنسبه للخضروات كلهم طياره كل شيء غالي شو السبب كيف سبب الغلاء اخويا هو المحروقات يعني هذه الحكومه هذه ما كتحاورش مع النقابه يعني الفلاحه مساكن كل شيء كيوصلهم غالي الفلاحه واقفين ديروا واحد الوقفه احتجاجيه على حساب اسميده والمازوت كيف يعقل يعني الفلاحه اللي هما يعني هما تقريبا 80% ديال يعني ديال المغرب اللي كينتجوا لنا الخضروات الفواكه الحبوب ما تمش حوار معاهم ما خداوش الدعم حنا دابا غنهضروا على الخضروات السي طارق غنهضروا على مطيشه 140 هذا النهار هذا بطاطا 100 دريال هذا سوق ديال السوق الاسبوعي ديال مرس الخير يعني اللي عارفينو الناس كيكون فيه شي شويه ثمن رخيص لكن الا مشيتي للاسواق ديال في المثل فوسط تماره ولا تامسنه ولا الرباط راه مطيشه تقريبا 10 دراهم البطاطا 160 يعني البصله 120 كيف يعني حنا كنتسناو هذه الحكومه هذه ما بغاتش دير حل في هذا الشيء ديال الاسعار كيف يعقل لوسيور واصل 500 دريال الدجاج 25 درهم والبيض عباد الله ما عمرو فات 15 ريال واصل 26 ريال يعني هذه الحكومه هذه ما كاينش تسير بالمره عطينا المهرجانات عطينا غير المشاكل مازال ما خدينا حتى شي حاجه يلا كندوروك وانت تحصل لي اخويا طارق واخويا راه مصيبه الا كنت غناخذها ب 140 هنايا مطيشه نمشي ناخذها ب 160 زيد درهم ونبقى مهني مع راسي ناخذ غير كيلو راه بزاف اصاحبي راه المواطن راه مقهور اصاحبي راه الشعب المغربي راه مقهور الدريويش مسكين راه لا اله الا الله اصاحبي راه كارثه
راه مصيبه خويا طارق، راه هاد الناس هادو، هاد الناس الحكومه ما باغين يديروا حتى شي حاجه، ما باغين يتحاوروا مع حتى شي واحد. هاد اخ النوش هذا فينا هو بعدا؟ ما كيبانش، هاد رئيس الحكومه فينا هو؟ ما عرفناش فينا هو بعدا. هاد السيد هذا ما كيتحاورش مع الناس، وكيف يعقل صاحبي الناس ديال الفلاحه ديال صحاب التراكتورات بالعربيه تعرفت وما دارش معاهم حوار؟ علاش ما يديرش معاهم حوار صاحبي؟ سمعتي؟ حنا شوف خويا طارق، حنا كنهضروا هضرنا مع الناس الفلاحه وقالوا لك هذا العام هذا راه ما يحرطوش، ما غيحرطوش بصفه نهائيه الا ما تمش الحوار معاهم ولا الا ما خداوش الدعم. كما كنعرفوا المواد الغذائيه هي الامان، وكل شيء طالع، كل شيء طالع. الشيء شي المواطن البسيط ومقهور مسكين، شي الدريويش في هذه البلاد هذه ومقهور ومحقور، محقور محقور. وهذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم، شكرا متابعين قناه شوف تي في، قناه الشعب. شكرا سي عواد، تبارك الله عليك. حفظك الله. ضرب شي ضرب يطلع الخضر ان شاء الله رخيصه. الله يعاونك سي عواد. اذا متابعي الكرام، متابعين شوف تي في، كما كتشوف الان نتواجد في السوق الاسبوعي في السبت. خويا كيف الاجواء ديال السوق؟ ها؟ يعني كما كتشوفوا متابعي الكرام، يعني كما كتسمعوا بان المواطنين كيشتكوا بان الخضروات يعني غاليه، كاين يعني ارتفاع في الاسعار ديال الخضر ديال الفواكه. هادير البصله، هادير البصله مال. السلام عليكم. تعال اصاحبي. السلام عليكم. كتقول لك ندير اليوم السوق، اليوم الاجواء في السوق السبت زوينه. علاش؟ حيت تابعه الهواشتر. ملي كتكون الهواشتر كتكون الاسواق زوينه، حيت كيكون عامر بنادم، كيتقدى بنادم، ماشي بحال الاجواء الاخرى كتكون ناقصه فيها السوق. بين وبين دابا البصله كنبيعوها ب 3 دراهم ونص. كانت ما قبل، كانت ما قبل 3 دراهم. الزياده غاده وكتزيد، حيت دابا هي من القدام كتزيد، حيت راه ملي كتجي الشتا كتطلع شويه. كتجي الشتا كتطلع شويه. واخويا السوق راه كتشوف الاجواء ديالو عامره. امبلوكي السوق السبت راه معروف، شميره راه معروف، يعني راه الاجواء ديالو كتكون مباشر، حيت جات المدينه ديال شمسنا راه مدينه تبارك الله، راه على قده، راه كامله عامره هنا. كيف كنعرفوا هذا السوق اسبوعين كيجيو الناس من الرباط، من تماره، من الصخيراش، من اي بلاصه كتجي لهنا السوق. هذا السوق ديال تماره معروف، سوق السبت لا على خذي 70 ريال. ونقول لهم اجيو مرحبا بكم اسواق انا ديال السوق الاسبوعي. اسواق تخرج البصله تبيعوا فيها ب 80 100 ريال، اما هنايا دايرين على 70 ريال. التفاح ها هو، شوف التفاح كيداير تبارك الله، داير على 100 ريال. ها هو التفاح 100 ريال، ماشي الخير والبركه 100 ريال. تمشي تخرج للشاطئيه غتلقاه ب 160 180 الف فرنك. شكرا. هادشي اللي كنطلبوا، يا ربي ترحمنا من عندك يا رب. بغينا عش الشيء اللي كنقلبوا عليه ان شاء الله. شكرا. الله يعاونك يا رب. الله يحفظك ليا. الله يسلمك. اذا متابعي الكرام، متابعين شوف تي في، يعني كما كتشوفوا هذه الاجواء ديال السوق الاسبوعي، السوق السبت، يعني اللي كل شيء كيتوفر فيه، يعني من خضر من فواكه. يعني اشياء يعني السوق الخضر الفواكه كلشي متواجد بهذا السوق. هذا السوق اللي كيعرف واحد الاقبال كبير،
من يعني من مواطنين بشمسنا سيدي حياة تمارا يعني جميع المدن المجاورة لسوق السبت كيجيو لها. السلام عليكم. السوق خويا الثمن غالي، السوق عيان، خضرة غالية، السلعة راه غالية، الثمن راه طالع، والسوق راه عيان، الناس راه محاكة ما عندها والو. خويا الثمن راه كاين، الثمن في الخضرة تفاح 100 ريال، تفاح 100 ريال، والسير هذا المازوط وهذا الشيء راه غلى كل شيء. السبب هو المازوط. كل شيء راه غلات، السلعة هي كتشوف فيها الخضرة. ميزانية راه عيانة ميتة، سالية. 140 ريال. وداك الشيء اللي كاين، نتمناو من الله تصب شي شتا وتقاد الأمور. قاد الامور. والطاطا راه دايره 120 وخيزو 120، راه الدرويش اخي حكا عنده. الناس اللي عمرهم جاو السوق السبت عمرهم شافوا واحد الباس مباشر نوريهم كيف داير السوق السبت، شنو تقول لهم؟ يجي للسوق خويا مرحبا به، ونتمناو من الله الخير يطيح الشتا وتكون الامور مزيانه. تكون الامور مزيانه. ديجا خاي مرحبا به السوق، ونطلبوا هذا الغلاء هذا يتحيد. وشكرا على الله. واه حنا كنسل لكم على السوق وصافي، كنسل لكم اكل غلاو التما خويا، والسوق ندير والو. خاوي خاوي السوق اسبوعي معروف اكبر سوق كل عامر اليوم كيصبح خاوي. السبب شنو هو؟ واه كلشي غالي اخويا، غلا والناس معانو الزيت معانو سريدة، كلشي غلا، كلشي يقول لك غلا، وقع حتى شي حاجة رخيصة. شكرا حاجة قديتي ولدي. واش نقول لك ولدي؟ السوق زعما المسكين راه معايش، والدرويش راه كلا الدقه ولدي، على هادشي الغلا وعلى هادشي والبطاره كثروا، والدراري ولادنا ما خدامينش. هادشي ولدي راه زعما بزاف علينا، راه حنا واكلين العصا. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. هادشي حنا ما باغينش لينا. الدرويش اللي عنده 50 درهم راه ما معيشاش، اللي عنده 100 درهم ما معيشاش. هادشي ولدي راه حنا لا اله الا الله محمد رسول الله، والله ياخذ الحق. لان زعما نشوفوا بعين الاعتبار، نشوفوا الدرويش، نشوفوا حال المسكين وحال هذا. راه كاين المسكين غير اللي كيدور وما تيتقداش، اقسم بالله الا كاين اللي كيدور وما تيتقداش، اقسم بالله. كيبقى يشوف كيتقطع وانت كتقطع قدامه، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. هو ما تيتقداش. نقول لك انا ولدي اقسم بالله اللي عندي جوج عزاره الى الغناسي في الدار ما خدامينش. انا اللي تتشوفني خدامه في الديور، يلا باش ملي كنصور داك الشيء اللي كنصور كنجي نحطه، اقسم بالله. احنا فين ولدي؟ احنا فين؟ احنا عايشين في غابة، ما كناش عايشين في العهد ديال زعما الحسن الثاني، وداك الشيء راه ما بقيناش عايشين فيه. عشنا عاش الحسن، عاش محمد السادس، وعاش الملك، الله يخلي علينا تاج فوق راسنا، والله العظيم تاج فوق راسنا، وكنعتزوا به. ولكن راه ما هادو المسؤولين، مسؤولين الحكومة راه ما خلات لينا ما ندير زعما. عرفتي شنو؟ راه لا شفتوا الشفرة كثرت، وشفتوا هذا كثرت المخدرات، وكثرت هادشي، والدراري ضايعين 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 بزاف حتى لاقصى درجه. يعني الله ياخذ في الحق في المسؤولين. الله انا كناشد المسؤولين، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. هادشي السوق ما لقيتش شي شفاره كيدوروا بزاف. لا وضروري بزيت ماط والتليفونات راه ضروري. شوف هادشي عايشين معاها ولدي، عايشين معاها، حنا تنعيشوا هادشي يومين في الطوبيس، في السواق، في القيصريه، في اي بلاصه مشيتي كتكزا. علاش؟ علاش مساكن؟ الله يكون في. انا شفت نقدرهم وكيبقاو فيا، لان وليداتنا هادوك، فهمتي؟ راه وليداتنا مقطعين، يعني ما لقاوش شي حاجه موفره ليهم، ما لقاوش شي حاجه اللي كتوفر ليهم، وشي حاجه اللي زعما اللي مستعدين، ما لقاوش الخدمه. يعني كيمشي مسكين يدفع السيبي كيتقطع السيبي، هذوك على يقين. انا شفت السيبيات كيتقطعوا، كيتلاحوا حاشاكم حاشا وجهكم في الزبل، كيتلاحوا. علاش هاد الجيل مالو ما غاديش يعيش؟ هاد الجيل علاش علاش عايش؟ علاش؟ الشباب اولدي والله العظيم لا تيقرا، وكاين اللي مسكين كيدير ديبلوم، وكاين بزاف ديال
الحوايج، ولكن ولدي ضاعوا 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 حتى الاقصى ضرر. اللي باه صاحبه راه تيخدم، اللي عنده الامكانيات راه خدام، واللي ما عندوش ولدي الامكانيات ووالدي على قد الحال وطالب معاش وداك الشيء راهم شادين الارض وراهم تيجريسي. وهذا الشيء اللي غنقول لك اولدي. والسلام عليكم. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة أمي، إن شاء الله يخليك من جد. السلام عليكم، معكم أسامة المعناوي. واخا نوش قارتينا وزدتينا في ليسانس، زدتينا في كل شيء، حنا راه نتعذب باش نبيعوا الخضره فابور. ابد الله مقاو راه بالليسانس تقصنا شويه راه قارشينا، وحنا ضايعين اخويا ضايعين اخي من ناحيه سميتو راه ضايعين. شحنا الجوج نخدموا في هاد البلاد راه مشوا لاوروبا راه لا اله الا الله، بغينا الريسكي وشحنا ما كيناش جار الريسكي ولا بلاش المليون ولا اله الا الله، ولا شي خدمه في السوق فابور. متابعي الكرام، متابعي نشوف تي في، كما تشوفوا معنا الاجواء يعني السوق السبس الاسبوعي كما كتشوفوا كاين ارتفاع في الخضر. شحال ديال التفاح؟ 120، يعني كما سمعتوا التفاح 120، البصلة 3 دراهم، يعني كاين كاين الغلاء هنا في يعني في السوق الأسبوعي. وفيكم يعني متابعي الكرام، متابعي نشوف تي في، يعني كما كتشوفوا هذه الاجواء ديال السوق الاسبوعي ديال سوق السبت، يعني كما كتشوف الاسمنه يعني كما تيقول بعض المواطنين بان الخضر طالعه، البطاطا الماطيس يعني كلشي كاين كاين الثمن. قول لي اخويا راه ما عطيتش شارينا 3400، شوف كي دايره والخيار داكشي. انا راجل الحمد لله اكبر، هذا الراجل وعد علي كيف تقول لي انا ما تحملنيش. ها هو هذا 17 معاه، انا ما نقدر اصاحبي خاصك تبقى تهضر. صافي غادي نجي نتفاهم امورك يا زوج، تخلي في الطرويط. شحال ديال العنب يا معلم؟ شوف تي في. صافي
متابعي الكرام كما كتشوفوا هذه الاجواء ترف وقت غير هو اللي بغى يداوي دارو اذا متابعي الكرام متابعي شوف تي في حنا في جوله بالسوق الاسبوعي بسوق السبت يعني اللي كيعرف اقبال المواطنين يعني من جميع انحاء عمارة التسخير الصناعي نعتيق سيدي حيا يعني اللي تعرف اكبر سوق اسبوعي بالسبت نواحي عمل التسخيرات تمارا والحشرات كاين الدواء الفلاح والبرغوث كاين الدواء ديالاش يعني غنحاولوا باش نمشيو كما السوق قلنا لكم الاثمنه ديال دير بخير الله يعطيك الهنيه دير هاني الله يعطيكم يعني كما السوق قلنا لكم الاجواء ديال الخضر الان غنقول لكم الاجواء ديال اللحوم شحال واصل اثمنه فين؟ لسه نطلعوا له بزاف. حس تقديت ولا مازال؟ اجي زميل. حس تقديت ولا مازال؟ انا تقضي غير جوج كيلو تقالية. علاش؟ وين ندير انا تقالية هاد السيمانة؟ كاين شي غلب في السوق ولا والو؟ شوية الحمد لله شوية هوك شوية. بالنسبة كنعرفوا السوق السبت تعرف واحد الإقبال كبير. أييه. شنو اليوم تجي السوق كيدير الأثمنة في السوق؟ ولا الأثمنة اللي تقضيتها ولدي هي الخضرة. هي اللي تقديتي. وشي الاخر الحماص وداك الشيء سويتيش على داك راه كاين تما 300 320 لقيتي الغلا غادي بحالك غادي بحالي الزهرة غادي بغيت تعمر تبارك الله عليك الحاج اذا متابعي الكرام يعني كما سمعتوا بعض المواطنين اللي كيلقاو الغلا وكيحاولوا يغادروا السوق لان تقول بان الثمن غالي اجي نمشي ولا زكي نحاولوا نقلوا لكم الاجواء ديال اللحوم شحال اثمن اللحوم معلم دير هاني امور شحال وصل الحال ها شحال ديال الحال اللحم 80 درهم السوق كيداير اليوم غالي كاين الغلا غالي كاين الزياده على الايام كاين الزياده على الايام الاخرى خويا شنو السبب ايوا خويا راه العلف غالي وكل شيء غالي ايه ولدي. لأن متابعي الكرام متابعين. غينقصوا منه؟ ها؟ خويا غينقصوا من المازوط ومن العلف؟ إن شاء الله علاش لا؟ شنو العجل هذا ولا لا عجل غيزيدوا واقيلا ماشي غينقصوا. وعلى حساب على حساب. حساب. يلا متابعي الكرام غندير واحد الجولة اللي هي خفيفة يعني غندير واحد الجولة ب اجي ناس بزاف صافي صوروا شو كاين شويه ديال الغلا اليوم بالنسبه للشكان شحال الواصله؟ الشكان الواصله 500 لو احسب الغل العلف غالي شويه المازوت المازوت ضروري من داك الشيء كنعرف واحد السد ديالنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مباشر في قناه شوف تي في شكرا مرحبا كيف تعاودنا كدير اجواء ديال سوق السبت الاجواء ديال سوق السبت عندكم الناس ديال التهريب النقل غير لا صالح غير قانوني مثلا
الطبيب عندنا هنا ماشي قانوني، وكاينه التهريب دار بيضاء قنيطره مراكش كلشي كياخذ من هذا السوق. المواطن يلا كياكل السماطي والكسوسه. كتكون واحد المراقبه من الطبيب؟ قليله مراقبه ديال الطبيب، القانون عنده في جيبو. يعني تيرخص لمن بغى؟ كتذبح ما كاينش مراقبه، كاين جوج طباخ كتذبح 140 عرض قرنة عشوائية. بالنسبة للقرنة شنو واحد القرنة كما قلتي كيفاش ديال الأجواء ديالها؟ الأجواء ديالها عشوائية، فوق كتذبح الذبيحة فوق القانون ديالها، وما كاينش مسائل القانون. إلا جيت بحكم الحضارة ديال تمارة كيخلص 12000 ريال العرض، 300 كيلو كيخلص عليها 12000 ريال، هنا يلا كيخلص عليها 3000 تيخلص عليها 3000 وميتين. كيدير الحانوت ديالو، الناس والمواطنين كياكلوا غير السماطي والكسوسه. ما كتكونش واحد المراقبه؟ لا والو، ما كاينش عندنا مراقبه همجيه. شو الطبالي الحوا ها انت كتشوف الطبالي اللي قانونيين وشرعيين. يعني كما كنعرفوا هذا السوق اسبوع كبير اللي خاصو يتشافوا. لا والو، خاصو خمسه طبه ولا سته، وخاص النقل السري بدون قانون غادخلوا وراقبوه وصيفطوا شي مراقبه. وانا عطيتك المكالمه مستحمل كل شيء، كل حديث كنعطيك عليه قوانين ودليل. شكرا لك. شكرا عليكم، تبارك الله عليك. وغنزيد لك واحد القانون، الرؤساء ديال الجمعيه، الناس هنايا كاينه تقريبا واحد 200 مخرجين بلا وثائق مهنيه، ما عندناش. كاين اللي خدم 40 عام وكنخلصوا، كاين موالي البقري هادو تيخلصوا 1000 درهم في السيمانه، حنا كندبحوا على الغلمي كنخلصوا حتى 500 درهم في السيمانه، والجمعيات راه مكرسين علينا. وحنا قانونيين عندنا لامين، عندنا خبراء ديال هاد الصنعه، راه متردمو ولا واحد رئيس الجمعيه دار لي كارت وقال لهم شواهد مهنيه. الناس اخرين مهربين ودوك الشيء اللي معاه صاوب لهم لاكارت انتخبوا عليه للغرفه. هذا هو اللي بغيت نصرح لك فيها. اذا المتابعين الكرام واش هادشي غتصرحوا فيه؟ انت على المباشر السيد المتابعين الكرام، يعني كما كنسمعوا بعض الكلام اللي هو يعني خطير اللي كيروج لنا في السوق السبت. كما سمعنا احد المواطن بان كيقول في التهريب قزال مواطن عنده تجربه كبيره، يعني تعاود بان كاين خروقات في هذا السوق، يعني في القرنه تشوف بان كاين تهريب، بان ما كاينش المراقبه. كاين تقريبا واحد النقل السري كاين حتى 80 حتى 70 طوموبيله 70 طوموبيله سريه عرفتي. الصباح كنتمنى من عندنا السواقيين، يعني كما سمعتوا معلومات خطيره، الناس اللي كيمارسوا السوق هما هادو، هما هاد الناس هاد الصفات وهذاك الصف اللي من بعد هادو مارسين 50 عام ولا 40 عام وما هما. يعني كما سمعتوا ما عندهمش وثائق مهنيه باش نهضروا حنا، راه ردماتنا الجمعيه تردمونا. شكرا. يعني كما سمعتوا بعض الكلام اللي هو خطير اللي كيروج في السوق اسبوعي سوق السبت، يعني القرنه اللي تيقول بان فيها طبيب واحد، بان القرنه عشوائيه. كنتمنى من الناس المسؤولين هنا بالسوق اسبوعي باش ياخذوا واحد التفات على هذا السوق اسبوعي، لان كما شفنا غنحاولوا باش غنقلوا لكم بالصوره والصوت يعني كيفاش دايره الحاله ديال القرنه. يلا معايا صالح. يعني متابع الكرام سوق تنظيم، يعني كما كتلاحظ غنمشي نشوفو صحاب الزرة. هاجي عاوتاني هنا زينا، هنا السوق، هنا الناس فين كتجي ترتاح، هنا فين كتشوي الناس. هاجي عاود لي اخويا على الاجواء ديال عاود لي وقول لي السلام عليكم. مرحبا بنا بعدا عندك. الله يحفظك. مرحبا فين السوايب ديالنا حنايا اللي بغيتيها؟ مرحبا بك المرة، كلشي ديال الله. حنا كلشي ديال الناس. عاودي كيف داير الاجواء ديال السوق ديال الاسبوع؟ والله الا بخير، خدامين على راسنا، تنصوروا طريف ديال الحلال، ما خصنا خير الحمد لله. الله يحفظك. السوق الاسبوع اللي كاين تعرف واحد السوق اللي هو كبير، تكون عندك اقبال. السوق خاصو غير شويه النظافه. ياك.
الصراحه ديالكم. حنا دابا طرقنا هذا الموضوع، درنا واحد السيد بان كاين يعني ما كاينش التنظيم، كاين من ناحيه التنظيم كاين النظافه اللي واجد في النظافه عشان نهضروا. لا النظافه خاصه شويه النظافه المرض هنا كيفين تجيو يسارحوا الناس وكيشويو هو تنديروا فيهم خير الله يجعل ربي ويقبل لنا الخير. تبارك الله عليك. كنوكلوا بنادم ناكلوا في الجنه. تبارك الله عليكم الله يعاونكم. اذا يعني كما المتابعين الكرام ساكن في الجزيره داك الشيء. هيا قريبا هذا كما كتشوفوا هذه الاجواء يعني كيفاش ملي طيبت الوالده الاجواء ديال السوق السبت تمارا انه معروف ان باكتداد ديال الساكنه كتدخل لي الخضارات على الجد يعني من جانب ناحيه المناطق ديال سوق تمارا. وكنشكروا السي مصطفى اللي هو كينقل لنا هذا النقل المباشر. شكرا. كيفاش داير الاجواء هنايا؟ الاثمنه شويه طالعه الاثمنه طالعه شويه ديال الخضار مع قله الامطار. منين جيتو هاد السوق؟ حنا كنجيو من زعير من قبيله زعير تابعه لسيدي حياه زعير. وكاين الاجر دابا باش ديروا الغدا باش كنديروا دابا؟ حنا كننتظروا الغدا ديالنا ان شاء الله والصحه والراحه. شكرا سيدي. شكرا سيدي. دير لنا شي طرح هذا من التراث ديال البلاد. معروفين انتم. السلام عليكم سعد المباشر. السلام عليكم. انتم معروفين المغرب ديالنا جامع المغرب نورب وليدات المسلمين الجميع الله يجعل ربي يحفظهم وليدات المسلمين الله يسهل عليهم والله يتاوي اللامه. حاسو انتم يعني معروفين في السوق يعني الناس يعني ماشي غير السوق الاسبوعي. الحمد لله. جميع الاسواق تتكونوا حاضرين كل شيء. ما حاولتوش ديروا واحد الفرقه ديالكم يعني تبقوا تخدموا في الاعراس تخدموا في المناسبات؟ دعمنا باش ندخلوا. والله يدعمكم الله. لا ما كانش عايز. تبارك الله عندكم واحد الموهبه. انا 40 انا 40 سنه انا خدام في المهنه. عندكم واحد الموهبه زويونه تبارك الله. 40 عام وانا عندي الحرفه ديال ملي كنت صغير تنصنطو تنتفرج لك. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. انا من نفسي مقطع كواز زعري المباشر تاع المباشر كواز زعري مرحبا خويا مرحبا مرحبا. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. على المباشر دابا تنعرفوا فنان شعبي. كيف الاجواء؟ اوركسترا سعيد الغرباوي معروف الحمد لله معروف. شنو جاب جديد تدير بهذا السوق؟ انا شوف انا عندي البليه ديال السوق دار خصني نجي للسوق نتغدى نشوف الناس يعرفونا الناس فهمتيني. انا البليه ديالي السوق خصني للسوق ضروري. وانا اصلا معروف فنان خصني نجي للسوق ضروري نشوف الناس يعرفونا. المنطقه ود المنطقه تتلاقى مع شي ناس هنا تعطيكم العربون ولا شنو دير؟ ضروري. شحال من مره شديت هنا عرس في السوق ومعروفين حنايا. القهوه ديال مرحبا تلاقوا في السوق بالقهوه ديال فاطمه ديال فاطمه معروفه انا في تعطوا المواعيد. كي داير الاجواء ديال الخضره السوق؟ الحمد لله كلشي مناسبه ديال عيد. شوف كلشي الحمد لله واكل شارب كلشي بخير اللهم لك الحمد. الناس عايشه لان معروفه هذه المنطقه ديال الناس على قد الحال عايشين الحمد لله بخير. قبيله زعير معروفه بخير. قبيله زعير السوق راه اكبر من السوق كبير الصغيره. السوق سبت معروفه. انت تيجيبك هنا الغدا شنو كاين اللحم مزيان ولا كلشي زوين فيه الغدا كلشي كبته كلشي الحمد لله. الجزار اصحابنا اصدقاء ديالنا كلشي. خويا يوسف ها هو المباشر معنا عبد الحق. شكرا تحيه لعبد الحق خويا. شكرا الفنان الشعبي. حق خويا شكرا. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يحفظك. شكرا لكم. شكرا تحياتي. كيف تشوفوا معنا الناس اللي تتغداو هنا؟ السلام عليكم. معروضين كيف تبداو الاول؟ مرحبا مرحبا مرحبا. معروضين اليوم مرحبا مرحبا. السلام عليكم. اليوم كان عندنا روب وما خدمناش ودرنا واحد التنسيقيه مع بعضياتنا وجينا نغيروا الروتين ديال العمل. جينا نجلسوا هذه الاجواء تعجبني انا ديال السوق السبت تمارا. كتجي كل اسبوع؟ لا ماشي كل اسبوع. لا انا عند السوق الرسمي ديالي هو سوق الحب العربي. حيت كاين الناس اللي ضروري خصهم يجوا للسوق. لا 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 انا كنجي للسوق بحال هذا كنجي ليه مره مره على حساب الخدمه. كتكون عندي الروب ولا ما كنتش خدام كنجي. سولت على الخضار. تقضيت الخضار يعني الخضار شويه اثمنه طالعه من 6 دراهم والفوق.
كاين الغلاء. كاين الغلاء، ولكن كما قلت لك من المرة الأولى يعني قلت الأمطار. قلت الأمطار هي اللي خلات الفلاح حتى والله حسن العون ديالو. المازوت. والمازوت حتى هو الأسعار طالعة. ونتمناو يكون خير، نتمناو يكون خير. وشكرا. بارك الله فيكم. الصحة والراحة، الصحة والراحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيه اخويا. خويا نتاع المباشر شوف تي في، اهلا وسهلا بنا عندكم. مرحبا. سي عبد الطيب الزامين ديالنا. أجواء السوق أخويا. أجواء السوق مزيان اللهم لك الحمد. هذا سوق مورود ثقافي، أكبر سوق عن عمالة صغيرة تمارة. كل شيء موجود فيه، الخضرة موجودة، اللحم موجود اللهم لك الحمد. تقريبا هنايا السوق، هذا السوق الأسبوعي، جميع المواطنين تيعرفوه أكبر سوق في عمالة صغيرة تمارة. تقريبا تذبح 100 عجل. كاين الجودة ديال اللحوم، كاين الجودة ديال الخضروات، الناس تجي من الرباط، من سلا، كاين تيجي حتى من المحمدية ومن الدار البيضاء تتقدم للسوق. هم واحد الراحة اللي تتكون زوينة، تيعمروا أتاي، كاين اللي تيشوي كل واحد وعلى قد الجيب ديالو، على قد. ومن هذا المنبر تنطلب الله يرحمنا. فعلا الوقت واقف على الشق، نطلبوا الله يرحمنا. بقاش دابا أنا ما تندخل السوق ولا إلا تيبقى فيا شوية ديال الحال، علاش؟ تنشوف مثلا الخضرة ناشفة، شفتي ما بقاتش في هذا النور ديالها وهادي، نطلبوا الله الله يغيثنا بالغيث ديالو، والله يرحمنا بالرحمة ديالو في هذا الشيء اللي كاين. وتنشكركم أنتم تتنقلوا الخبر، الناس المواطنين تما باش يعرفوا السوق هذا راه موروث ثقافي، الناس راه تتجي ليه تتسارى، كاين اللي تتقدى شويه اللحم، كاين اللي تتقدى شويه الخضره، كاين اللي تتقدى شويه الديسير، اللهم لك الحمد وتحياتي لكم. شكرا لك. مرحبا. خلي لنا بعد الشيء هذا ولا والو. الغدا موجود، كل شيء راه الغدا شاري لك. الله يعاونك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا معنا السوق أسبوعي السبت المرس بخير، وبهذه المناسبة كنقول لكم مبروك عيد المولد النبوي. كما كتبوا السوق تبارك الله منظم، لأن كنشكر السلطات المحلية اللي واقفة على السوق هذا بالنظام ديالو. من قبل ما كناش كنشوفوا السوق منظم، دابا ولينا كنشوفوا السوق منظم من الجزيره تبارك الله ما شاء الله. وصحاب شويه المقاهي تبارك الله تما منظمين، عندهم داكشي زوين وهادي. بالنسبه للناس البلاصه ديال الخضره هي منظمه، المهم تبارك الله السوق، السوق اللي كيكون احسن السواق اللي كنعرفوا ديال الجهه. احنا الاخ شاكير هو اللي الراس المدبر ديال هاد الخدمه. نعرفوا الاخ شاكير كل سوق تلقاو بحكم انه راه رئيس جمعية تجار الخضر الموحي بعمل الصغيرة. فعلا كما قال الأخ الكريم، أولا تشكرك على هذا السؤال. هو أنا تنترأس جمعية تجار الخضر الموحي بعمل الصغيرة تمارة، وكانت واحد البادرة هذا أسبوع مع السيد القائد مرس الخير السي زهير السياسي، مشكور من هذا المنبر. تنظيم ديال السوق وتنظيم ديال الباعه، والناس الباعه فرحانين. دابا راه دخلت مع السوق راه تلقى تقريبا كل الشوارع ديالو كبار، كاينه دابا السلطات. لا مشيتي دابا راه تلقى السيد القائد والسلطات مشكورين من هذا المنبر، مشكورين رجال الدرك الملكي، قوات المساعده، اعوان السلطه، والسيد القائد اللي واقف شخصيا على التنظيم ديال الباعه والمواطنين. قاش المواطنين من تيدخل السوق ما تيبقاش متخوف غير تكريسه. قاش السوق ديال السبت كان شحال هادي تيدخل المواطن مسكين تيتكريسه. فعلا المجهود ديال السلطات وديال الجمعيه اللهم لك الحمد. دابا من تدخل السوق راه تلقى الشوارع مزيانين، كل شيء مزيان. وبغينا ماشي غير هنا في هذا السوق، بغينا الاسواق كلهم، الاسواق الاسبوعيه يكونوا بحال هكايا. وشكرا لكم على 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 هذا المجهود الجبار، انتم يا المواطن حتى هو تتنقلوا ليه الخبر، وتحياتي لكم. كما كتشوفوا السوق منظم تبارك الله، وكنشكر السلطات المحليه سعد القايد تبارك الله ما شاء الله اللي كينظم هذا السوق هذا، ومن اكبر الاسواق ديال الجهه. كنشكر كذلك قوات المساعده والدرك الملكي، تحيه خاصه لهم.
شنقول لك بغينا نشوفوا كاع الاسواق خلاص تلقاو بغينا نشوفوا كاع الاسواق منظمين بحال هذا السوق هذا لان كنشوف هذه الاسواق فيهم شي كنتمنوا نشوفوا السوق يكون احسن. شكرا الله يحفظك بارك الله والراحه تحياتي لكم. طارق مالك معكم اختي يلا واش ندير عليك لان متابعي الكرام متابعين شوف تي في الله ما كذبش عندك وهذا هو السوق اللي ما تجيش معك الغبره ما كاين والو اذا الله يسلمك الخير اذا متابعي الكرام متابعين شوف تي في يعني كما كتشوف هذه اجواء السوق تيقولك يعني اللي تيجي السوق وما ياكل الشوا راه ما جا السوق يعني اجواء السوق عاوتاني ملي كتقدى الخضره والمسائل وكتجي كتريح يعني هنا في الشوايه كتاخذ السراحه نمشيو نشوفوا صحاب البندير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صافي الصوف. وي. تبارك الله عليهم الكليكة ديالنا دابا الويكاند عرفتي كنبغيو نخرجوا نبدلوا الجو واتفقنا اخي وناس والاخوان باش نجيو نتغداو هنا مرة كنديروا خرجة شي بلاصة. ماشي تغداو قديرة. لا باش تغداو. باش الاجواء قلت انا اللي جا السوق وما كلاش الشواء وتمشي ما دار حتى شي حاجة خصوصا في السبت. انتم عارفين بان سوق السبت. سوق السبت كيفاش داير؟ والاجواء زوينة والسلعة موجودة عرفتي دابا أي حاجة بغيتي هنا غادي تلقاها. بغيتي الخضرة بغيتي الديسير بغيتي داك الشيء ديال التقشيش غادي تلقاه هنا كل شيء البال الناس اللي كيجوا على الحوايج موجودين وبغيتي السوق عرفتي معروف باللحم. حتى الحمد لله الجمال كاين. اجي عطينا تريح ما غاتمشيش. انا ما بغاوش نريح بابا. انت عطينا المقص. ندير وجهي وجهي لا خويا ما تصورش. دير وجهي دير وجهي مشاور على الغدير. يا كان بدا بالسلام للنبي ورثات الوالدين. وياك المرضي تنعرفو تاخذو دون عيرين. وديما يخدم تايموت مع احسان الوالدين. يا واش نتوما خوت ولا غير مجاورين. يا من حالة ديما رقية مع رضات الوالدين. الله يعاونكم الله يسهل عليكم تبارك الله عليكم الله يسخر لكم نشوفوا يعني في واحد المجموعه ان شاء الله نشوفوك يعني في ان شاء الله انت فوز عليه انك قدمتي بزاف وعطيتي بزاف صراحه الله عندك ما يتقال الحقيقه مزيانه ماشي عندك ما يتقال ماشي كتبت شي كلمات من عندك من قلبك وهي بصح خاص نشوفوا الله يسهل عليكم فوز عليه اش غديروا؟ جلستونا تنخدموا على غير هذا عصور سي الله يسهلك فوز عليه كملوا ولا كما قلت لكم كتلقى بحال هاد الناس كاين نشاط الاجواء ما كتشوفهاش غير سوق السبت لا هو سوق السبت احسن سوق على المستوى الاقليم كامل باش تمشي للسوق لحد ما غاديش تلقى هاد الاجواء ولكن الاغلبيه ديال الناس كيجيو لي الناس ديال الرباط ديال صلاة تمارا عين عتيق ام عزال مرس خيرات كلشي كيخوي هنا واي حاجه بغيتيها كما قلت لكم راه موجوده هنا اللي بغى يبدل الجو بغى يخرج شي سوق اسبوعي يجي لسوق السبت شكرا تحيه طيبه لكم تبارك الله عليكم اجي انا اخوان شوف شكون اللي بغى يهضر وافع خلص عليك خلص عليكم مشكله ولا لا؟ شكون هو؟ ها؟ لا ما خلصنا الله فيكم لا روي تهلا فينا والله الله يكثر خير الصراحه كيف تدير الاجواء ديال السوق؟ مزيانه انت كتشوف كلشي ناشط كلشي هو هذاك قال لنا انا راه عارض عليكم اليوم كاين الناس تحسب عليها هي راه قدر المشاهدين هو اللي مخلص الغداء هو اللي مخلص لا على الاجواء ديال سوق السبت هو اللي مخلص هو السبت يعني الاجواء كتكون
زوين السير راه واد دخان دارو شي كلشي مزيان الا ما جيتيش السوق خصك تجي تجي الشوار ما كاين حتى شي حاجه بصح دارو تجي مع العائله وتشوف الاجواء كيفاش دايره الا شتي بوحدك ما غاديش ما تحسش بها بحال جبتي معاك العائله والله شكرا لك تبارك الله عليكم بالصحه والراحه تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم يوسف سوا يوسف الطباخ هو اللي كيسال الشاوي الاجواء ديال سوق السبت كيفاش دايره؟ الاجواء جميله والاسواق الشعبيه هي من التراث والتقاليد المغربيه الاصيله اللي معروف بها المجتمع المغربي. جينا رفقه الاحباب للمجتمع المدني بمدينه الصخيرات نشوفوا السوق الشعبي ديال مدينه تمارا. سوق السبت اللي معروف عليه انه متواجد به جميع المنتوجات اللي متواجد به خضار فواكه لحوم اي حاجه بغيتيها في سوق السبت زائد المتلاشيات سوق المتلاشيات زائد الخردة اللي تجي من اوروبا الحوايج ديال البال اللي معروف بها سوق السبت اللي تكون باسمنه مناسبه وبجوده عاليه. لذا تنوجه النداء للساكنه ديال الاقليم والساكنه ديال جهه الرباط سلاز مورداير انهم يجيو لسوق السبت مرحبا بهم تحياتي وشكرا لك. شكون مخلص الغداء؟ اليوم عبد الصمد عبد الصمد راه مخلص الغداء تحيه لعبد الصمد من هنا الله يفيكم عاش عبد الصمد ولا عاش الله يفيكم عبد الصمد ولا لا شكون هو اللي مالي فيهم؟ صلي فيهم ولا لا؟ ضروري بدا راه على حسابك مرحبا بك اجي الله يحفظك الله يسلمك تبارك الله عليكم بالصحه والراحه تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم شباب الشباب والراحه. اذا يعني شو اجواء ديال سوق السبت يعني كما كيتجمعوا اصدقاء العائلات يعني كيتجمعوا اصدقاء عائلات في هذا السوق الاسبوعي كما سمعتوا يعني السوق اللي كيتوفروا فيه عده اشياء مثل الخضر الفواكه الاشياء ديال البال يعني كل متطلبات اي حاجه كتلقاها هنا في هذا السوق الاسبوعي. ها هي غادي في الطريق بارطو راه جي جاد تقدسوا شي خضره ولا والو اه تردين اليوم نخلي ضربهم سوق السبت غنشوهم شوف تي في اه تقدسوا شي خضره ولا والو اه تقديت خضره الحمد لله خليك انا دابا راه كنسجل مع شوف تي في شويه نصوني عليك كي كانت السوق كيفاش كان؟ غالي غالي خليك معايا بلاتي شويه نهضر معاك حيد شي قطعي صافي شي قطعي راه في المباشر قطع 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 احنا في المباشر قطع نتا المباشر شفتي تبيع ودينا اليوم تحدي شي خضره الحمد لله والله لا بخير خويا اش غنقول لك بالنسبه للخضره زايده شويه على المعتاد وتقريبا في هاد لابيريود الاخرى كلها كل نهار كنتفاجئوا بالزياده يعني ما كتصدمناش كنجي كتجيكم عاديه ولات كتجينا عاديه كنتقبلوها ما كتجيناش حاجه كتصدمنا تجي السوق تجيبي معاك 100 درهم 200 درهم في السوق اسبوعي كتعمري البوفه دابا 100 درهم شدي في السوق دابا ما غاتكفاكش في الخضره حتى في النص ديال الحاجيات ديال الخضره ديالك بارابور اللحم يعني وداك الشيء ديال العطريه والزيت هذا ما غاديش تاخذ لك الا ما كنتيش تحت منك 500 درهم المواطن البسيط الفقير ما غاديش يتقدى القفه ديال سوق السبت. بالنسبه للدرويش شنو بالنسبه للدرويش اللي جا السوق واش يتقدى؟ الدرويش مسكين غيتقدى ولكن ماشي هاد الوقيته هادي غيتقدى في الشطابه ديال السوق كنسميوها حنا الشطابه الخضره اللي كتبقى الاخرى اللي كتبقى بديك 3 دراهم هكا كيقدر ياخذ منها قفيفته اما حاليا هاد الوقيته ديال الصباح فراه الخضره كتكون غاليه غاليه وما كاينش شي فرق بزاف. شكرا اختي ما كاين مشكل ما كاين مشكل مرحبا شكرا اختي الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يعاونكم. إذا متابعي الكرام متابعي شوف تي في يعني كما تتشوفوا هذه الأجواء الناس اللي تقدات وغادية بحالها كتقول بأن كاين ارتفاع في الأثمنة
يعني كاين الغلاء يعني في الثمن ديال الخضر ولا الفواكه، يعني كما كتشوفوا هذا السوق الاسبوعي اللي متواجد فيه كل شيء، متواجد فيه يعني العطريه، الخضره، اللحم، الديسير، يعني كل المتطلبات كتلقاها هنا في هذا السوق. الزرع تمارا، عين عتيق، تمسنا، سيدي يحيى، الصخيرات، عين عوده، كل شيء كيجي لهذا السوق هذا الاسبوعي اللي هو معروف. كاع الناس جاو من عندي وجربوا القضيه ديال الخضره، كانت شارب لا تبغي تنعس عمي، كان بها مزيان وما تخرجش البرد، تبعها سبع ايام من الليل لليل، غادي ماشي بها مزيان وتغطى بالمنطقه ما تخرجش البرد، ها هي الله يجيب الشيفا. ماشي باش عامل الليل غادي لك ونعس، غادي نبيها ونعس صافي. ظهرك وركابك وكتابك والبلاصه اللي كتضرك ما تسيب بها مزيان وما تخرجش البرد. يعني كما كتشوفوا متابعي الكرام، الاواني، الخضر، يعني كل شيء متواجد في السوق الاسبوعي اللي واحد السوق معروف، يعني اللي كيجيو ليه الناس من كل يعني المدن انحاء عمالة صخيرة التمارة. كما قلت لكم كل شيء كيتواجد في السوق هذا، لا من خضر، لا من لحوم، لا من فواكه، لا من اواني، لا من ملابس، يعني اي حاجه، كل المتطلبات، اي حاجه كتلقاها في هذا السوق الاسبوعي. شوف تريبية متابعي الكرام، غنشوفوا يعني اغرب اشياء كتباع بهذا السوق، يعني كاينين بعض الاثاث اللي هي قديمه، يعني بعض الاشياء يعني اللي تقدر ما تلقاهاش في شي بلاصه وتلقاها هنا متواجده في هذا السوق الاسبوعي، يعني بحال البالي، بحال يعني اشياء اللي تقدر انت ما تتخيلهاش على بالك غتلقاها في هذا السوق السبت. بقوا معنا متابعي الكرام، يعني تشوفوا بعض الاشياء الغريبه اللي متواجده في هذا السوق الاسبوعي، بعض الاشياء اللي ما تطيحش لك على بالك تقدر ما تلقاهاش، ولكن تجي السوق الاسبوعي هنا تلقاها من اي حاجه اللي انت طيح لك على بالك تلقاها. كما شرحت لكم متابعي الكرام، قلت لكم يعني اي حاجه اللي تخيلها تلقاها. صورك جلس، صورك جلس، متابعي الكرام كما اشرت لكم هذا هو السوق الاسبوعي بمدينة تمارا، يعني اي حاجة اللي تقول ما غنلقاهاش تجي لهنا سوق السبت تلقاها، يعني اي حاجة من يعني اللوازم، الاثاث المنزلية او يعني شي حاجة اللي هي قديمة تقول ما نلقاهاش تجي سوق السبت هنا تلقاها، يعني جميع اشياء اللي ما تخيلهاش على بالك تلقاها في هذا السوق الاسبوعي. بقاو معنا متابعي الكرام باش نقرب لكم اكثر واكثر. لا هذه الاشياء، اشياء فعلا، اشياء ديال السوق شنو فيه؟
هذا الشيء اللي غريبه بانك الناس السوق اشنو فيه شنو عندكم هنا انت ديروا نشوف خويا هذا الشيء هذا كتشوف هنا تنختمشوا تنضربوا عليه ثمره باش تنجيبوه للمواطن بحال هذا الشيء اللي تنشوف واش الانسان تيحتاج واش الانسان والله العظيم ما كاين ما راه فين والله الا قلت دابا في المباشر كم اي حاجه اللي تقدر ما تخيل ما تلقاهاش تلقاها هنا في السوق انا كما كنشوف بعض الاشياء اللي كيبانوا نشوف دروي كامله حنا راه نبيعوا ليه بياسه وحده من هذيك البياسه كامله يعني كما كنشوفوا بعض الاثاث اللي هما قدام اللي هما خاصهم يكونوا تراث هادشي هذا الصراحه يكونوا في المتحف بعض الاشياء كنلقاهم هنا في السوق السبت يعني صراحه هادشي جميل يعني باش نشوفوا وتخصص هادشي نقارض ما نبقاوش نلقاو خصنا نجيو نلقاو ديما هادشي هذا اي خصو ديما يكون وحنا عاوتاني تنقلبوا عليه راه تنقلبوا عليه الا مشيتو نتوما غتختفي التراث المغربي حيتو نتوما غتختفي التراث المغربي غتختفى صاحبي هذاك بعد منا العزايه وهذاك راه هادشي هذا هو الاقتصاد هذا هو الاقتصاد ديال المغرب هادشي كتشوف دابا هو الاقتصاد ديالنا كنعيشوا منه حنايا تياكل منه الخضار تياكل منه البزار تياكل منه اي واحد تياكل منه هنا فهمتيني هذا هو الاقتصاد ديال وديال العالم كامل ديال الحاجات هنايا اللي ساويين ماشي راه دايرين الثمن تيجي بنادم تيلقاهم هنا و تيفرح باش يلقاهم تيفرح تكون خاصه هو في الدار عنده ما كيقلب عليها باش يلقاها هنا كيفرح غرب شي تلو قريب شي ما يلقاهاش ما يلقاهاش وتيجي لهنا وتيفرح البياسات ما يلقاهمش عندها وتيفرح تيقول الله والله الا بخير وتيلقاها بثمن مناسب ماشي زعما شي حاجه بايضه تيقدر هو تيدير بواحد الثمن خيالي وفي الاخر تلقى بواحد الثمن اللي هو بسيط علاش؟ خصنا نعرفوا علاش لان حنا هادشي انتوما خصنا نحتفظوا بكم لانكم مازال كتجمعوا التراث المغربي الله يحفظك مازال صراحه الله الناس بحالكم اللي مازال خصنا نحتفظوا دابا دابا اللي تطلقاه تيقول لك الا بغيتي تلقى الحاجه سير السوق السبت اي السوق السبت لان واحد السوق كبير شي شويه كبير كبير كاين اسواق اخرين بحال كازا كاين جوطيات ومختلفين راه ولكن علاش هادشي ما تلقاوش في الاسواق كامله باش تلقاو كتلقاه في الجوطيات بحال دابا تمشي للدار ولكن قليل شنو الحجم ديال الصور ديال السوق ولا انت قلتي هي كاين بعض الاسواق اللي هي صغيره شي شويه كيجي منها مقليل هنا كيتسوق البشر بزاف السوق كيجي ليه الغني والفقير وزياد اللي عنده اللي ما عنده وزياده دابا شنو كاين دابا حنا كنتسوقوا كنمشيو للدار البيضاء وكنجيبوا شي حاجه من تما وكيجيو عاوتاني عندنا صحاب الدار البيضاء منا وكيبقى التبادل التجاري فهمتيني التسوق كيكون غير بيناتنا وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الناس كما قلتي ما يهملوش هذا التراث هذا راه الشيء هذا الا هملوا هذا التراث هذا غادي يموت غادي تموت المغرب غادي يبقى يموت عرق بعرق راه خصو هذا الشيء هذا باش راه النصارى كيجيو لعندنا هنا والله الا كاين نصارى ياك نصارى و تيجيو تيلقاو بياسه اللي كيبغيو كيديو كيلقاو شي يعني شي اثاث اللي هما قديمه وهادي كيتفكروا كي بها الماضي لا فهمتي كيتفكروا بها الماضي شكرا لك شي حاجه الله يحفظكم اخويا الله عليك نتمنى لكم اخويا حنا يعني وجوهكم الحمد لله الحمد لله حنا خوت نبيكم باش نشوفوا التراث بارك الله فيك اخويا الحمد لله نتمنى يعني تم السلطات تعاون معكم يعني بالفعل حنا خوت حنا خوت اصاحبي راه شي هنا راه هما يزعمونا ماشي راه حنا الا مشينا حنا راه ما يبقى والو ما بقى حتى حاجه نشوفك ان شاء الله علاش متحف تكون حاط لنا الله يحفظك الله عرض لنا بعض الاشياء يعني مرحبا مرحبا خويا مرحبا يعني حنا الا شوف حنا الا وصلنا غير نوصلوا وحنا كنطلبوا واخا كنوصلوا لهنا كيدوا الناس ما ينساوناش هذا هو ما ينساوناش ما ينساوناش لان راه حتى حنا تنضربوا تماره وتنقلبوا على شي حاجه اللي هي كيبغي كيبغي الانسان اللي كيحب الانسان راه كلشي غادي يفوت راه هادشي هذا راه محبوب ماشي نقولوا اي حاجه خلقها الله فيها شي حاجه فيها شي حاجه وحنا شكرا لك والحوار شيق معك الحمد لله والله الا بخير والله الا والحمد لله شوف هذا الحوار شيق معك الحمد لله خويا والله نتمنوا من السلطات باش ياخذوا بعين الاعتبار الله يرحمكم ويدير لكم واحد البلايص يعني اللي تبقاو يعني ديما ما تبقاوش الله يرحمكم هذا الشيء هذا والله الا عجبني صراحه بزاف اصاحبي خاصو يتعلق كما قلنا هذا الشيء في كل واحد المتحف هذا انت راه شو كي دايرين حنايا مكربصين علاش على كون كان هادشي ما فيهش فائده ما غاديش نتكرسوا بحال هكا ها اولا ولكن علاش باش كتوصل للخوك المسلم شي حاجه يعني راه كدير خدمه راه ماشي هي تاكل الخبز راه كدير واحد الخدمه راه فيها مشقه
الشمس وهذه، وعاوتاني السلطات كما قلتي يعاونوك بشي دعم هذا على الاقل، هذا على الاقل ياخذوا غير بعين الاعتبار. وكنتمنوا لكم التوفيق. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. هذا الحوار معك الشيق، اذا كما سمعتوا يعني كيجيو ناس من جميع المناطق يعني باش يشوفوا مثل هذا الاساس اللي يعني كنشوفوا كاع النقاردات، ولكن كنجيونا سوق السبت كنلقاو متواجده. اذا متابعي الكرام، متابعين شوف تي في، كنا معكم في واحد الجوله في السوق الاسبوعي بسوق السبت نواحي عماره تسكارة تمارا. يعني كما شنقلنا لكم الاجواء، الخضر، الفواكه، اللحوم، يعني جميع الاشياء نقلنا لكم. ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكرا لكم.